الأرض للوطن للانتباه، نقرأ للكاتب أحمد يوسف التاي من هذه الزاوية التي جاءت بعنوان صناعة طاغية جديد. بدأ التاي هذه الزاوية وقال مباشرة من صحيفة الانتباه، قال فيها: الانتهازيون الذين يرون في السياسة حرفة للتكسب المادي والمصالح الشخصية، وكذا الجبناء الذين ترتعد أوصالهم لرؤية ذوي الشوكة والسلطة، هم وحدهم الأكثر قدرة على صناعة الحكم أو الحكام الطغاة والديكتاتوريين الشموليين، وذلك بالانسياق وراء المصالح الشخصية وبالصمت والضعف والخوار والجبن، فيشكلون بذلك بيئة ملائمة لتخلق الطاغية المستبد، فيغريه سكوتهم عن أخطائه فيتمادى ويسيء الأدب لأنه آمن العقاب. وأول خطوة في مشروع صناعة حاكم ديكتاتوري أو نظام شمولي مستبد هي التضييق على الحريات ومحاربة الوعي والمستنيرين وتأسيس مراكز لنشر الشائعات التي تخدم أغراض وأهداف المشروع الجديد، وتأسيس مراكز لتغبيش الوعي وتضليل الرأي العام على النحو الذي يرسخ للنظام الديكتاتوري الجديد، ومراكز لصناعة الفتن لضرب النسيج الاجتماعي وإثارة البلبلة وصناعة التوتر وضرب عناصر الوحدة في المجتمع وتلميع الدكتاتور القادم وتحسين صورته وتقديمه على أنه ذو ندة ومروءة رحيم بالناس أجمعين. وكتم أو ختم أو مضى الكاتب: أفضل من يؤسس للنظم الدكتاتورية الشمولية القهرية المستبدة هي الشعوب التي يتفشى فيها الجهل والأمية، وأفضل بيئة ملائمة لتفريخ الدكتاتورية هي المجتمعات المتخلفة التي تحارب الوعي والاستنارة، لأن الوعي وحده ما يجردها من ثياب الدجل والشعوذة والنفاق ويجعلها عارية من كل فضيلة خدعت بها أو خدعت بها البسطاء. وأساسة الانتهازيون في كل أوان هم الحاضنة والأسرع في رعاية مشروع صناعة ديكتاتوري جديد أو نظام شمولي ديكتاتوري جديد، وهم الأكثر قدرة على تفريخ الطغاة الجدد. لا سند لهم ولا أنصار إلا القوى الانتهازية ذات الصوت العالي والوزن الضعيف التي توفر لهم حاضنة ديكورية لرعاية مصالحها أولا. ختم الكاتب: وكم بت متيقنا بأن الشعب الذي يتقدم صفوفه الانتهازيون واللصوص لن يتطلع لقيادته إلا القتلة والمجرمون والمنافقون، فتلك البيئة التي تستهويهم وتوفر لهم العتمة والضباب المطلوب للتحرك بعيدا عن موضع الضوء.